النهارده كان في حكايه حلوه جدا جدا، وقف واسمع وركز معايا. قد تبدو عابره النهارده كخبر بالنسبه لك وتعديه كده مرور الكرام، ما فيهوش اهلي، ما فيهوش زمالك، ما فيهوش مباراه السوبر، ما فيهوش احداث مثيره وجدليه، ما فيهوش اي حاجه، بس هو خبر المفروض انه يبقى خبر سعيد جدا. النهارده كان في مؤتمر صحفي للكشف عن مشروع تطوير قطاع الناشئين بالكرة المصرية وإنشاء دوري للأكاديميات بالتعاون ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم، شركة استادات للاستثمار الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة. خلال المؤتمر ده كان في كشف لتفاصيل المشروع وتفاصيل وأمور كثيرة جدا، هقول لك رأيي وبعد كده هوريك المؤتمر و لقاءات من المؤتمر وتفاصيل المؤتمر، بس هقول لك رأيي. يبدو يا جماعة، وأنا قلت الكلام ده من كام يوم من وقت ما جبنا الشركة الألمانية عشان تعمل لنا جدول الدوري، يبدو إن في حاجة كده جمعية بتقول للناس كلها أو بتخليك تشوف الناس كلها بيقولوا إنه هنصلح كرة القدم المصرية، اللي هو احنا مش هنسيبها كده، اللي هو احنا عندنا مشاكل في جدول الدوري، هات يا عم شركة ألمانية، عندنا مشكلة في قطاعات الناشئين، تعال نقعد بقى ونشوف المشاكل ايه ونحلها، عندنا مشكلة في ان احنا ازاي بقى عندنا أكاديميات بتفيد كرة القدم المصرية، تعال نشوف الحكاية ديت. يبدو ان المشاكل اللي احنا كنا كل يوم نتحدث فيها إعلاميا، مش انا لوحدي، كل الناس، يبدو انه في ناس قالوا لا تعالوا نحل بقى، كفايه مش هنسيبها كده. فدي خطوه عظيمه، هتعرف التفاصيل دلوقتي، هتسمع التفاصيل دلوقتي، هتعرف انه فعلا في نيه حقيقيه للاصلاح. نشوف المؤتمر. الكرة المصرية عايزة الاهتمام بقطاعات الناشئين. البلوة اللي فيها الكرة المصرية إن الأندية النهاردة ما عندهاش هذه القطاعات، وبتعتمد على إنه بتجيب اللعيب جاهز وبتكبره. الكرة المصرية إعداد صح، بمدربين للبراعم والناشئين صح، بنوع من الدراسات صح، كوادر صح، هتعمل قاعدة كبيرة تكتر منها. القيد بتاع اللعيبة، ما ينفعش الأندية المصرية تقيم 30 و 35، ده ما بيديش فرص لقطاعات الناشئين إن هي تطلع أو تتولد وتكمل. فهي البداية، العنوان الرئيسي فعلا من هذا الموضوع سيادتك بتسأل فيه، إن أنا أغير استراتيجيتي بحيث أبدأ من القاعدة. الهرم في مصر مقلوب ودي الكارثة، الهرم اللي بيبدأ من فوق ده، ها المقلوب ده ما بيجيبش نتيجة صح، بيجيب نتائج سلبية، وبتفضل الأخطاء مستمرة وبتحتاج علاجات لسنوات طويلة. والله احنا ساعة منتخب مصر الأول ممتاز بصراحة، مهما كانت النتائج تطلع وتنزل بس يبقى منتخب كبير، لكن باش نبداو بالناشئين والشباب، نبداو بقاعدة الهرم. بالنسبة للفيفا هامة جدا، لذلك شفنا انه عدد الفرق في كاس العالم تحت 17 اصبحت دابل من 24 الى 48. كاس العالم اصبحت تنظم كل سنه، ولهذا الفيفا حريصه على انها تساعد الاتحادات على اعداد الفئات العمريه الصغيره هذه بالبرامج الفنيه، بالدعم المالي، بالدورات التدريبيه، بالزيارات المتكرره لمتابعه تنفيذ المشروع. المشروع هذا يقعد 4 سنوات، تتجدد إذا الاتحاد نفذ التوصيات. فإحنا مصر بلد كروي ومبسوطين جدا أننا موجودين هنا لإطلاق هذا البرنامج. عندنا برنامج تطوير المدربين، كورسات، فيه مدرب يجي هنا يقعد سنتين هنا من أوروبا وترسلهم فيفا، وهو يشرف على تطوير كذلك المدربين، وفي كورسات للمدربين. يعني هو المدرب واللاعب مرتبطين ببعضه، لما يكون المدرب جيد التكوين يكون جيد.
فالفيفا حريصة على الجهتين، يعني أنا اللاعب والمدرب.